السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناة سميرة ديزاد. أحلى تحية حبوباتي. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض دوار المقلية. صراحة هذه أول مرة نجربها، يعني سمعت عليها الكثير لذلك حبيت نجربها. في الأول كنت نستغرب، يعني نقول كيفاش هذه الدوار المقلية ويأكلوها. كما تعرفوا في العاصمة احنا دايما يا إما نديروها بكبوكة يا إما عصبان، وهاد العيد يعني حبيت نغير شوية ونجرب هاد الوصفة. أنا جربتها على طريقة ناس الجنوب، احنا نعطيكم هاد الطريقة وحتشوفوا رأيي في آخر الفيديو. دونك هنا في هذا الوعاء عندي هنايا شويه دواره وشويه ريه وشويه تاع المصارن، كامل يعني نظفتهم مليح مليح بالخل وكامل، يعني كتعرفوا طريقه التنظيف تاع الدواره. انا الدواره ديالي خرجت لي شويه كحله، راني كررتها شويه في بعض المناطق باش نتخلص من هذه الكحوليه، وغليتهم شويه. الدواره غليتها شويه وحدها، الريه تاني غليتها وحدها باسكو الريه شغل تكحل تطلق الكحوليه شويه، وهذوك المصارن تاني كنت غليتهم وقطعتهم هكذا كامل الى قطع صغيره. بسم الله على بركة الله. في طريقة التحضير، في طنجرة الضغط راح نحط شوية تاع الزيت، حوالي 3 ملاعق ولا 4 ملاعق كبيرة. نشعل النار نخليها تسخن شوية، ومن بعد نحط الدوارة مع الرية هذيك والمصارن هذوك. نزيد عليهم حوالي 3 ولا 4 فصوص تاع الثوم سكرفجين. نحط لها شويه تاع الملح، ما نكثروش الملح لانه ماناش حنحطوا كميه كبيره تاع الماء. وهذه الدواره ما تجيش بالمرقه كيماش كما البكبوكه، والدواره ثاني ما ترفدش بزاف الملح، يعني هنا نرضوا بالنا مليح مليح في هذه النقطه تاع الملح. ونحط التوابل. بالنسبه للتوابل عندي كل التوابل، عندي شويه تاع فلفل الكحل، التوابل اللي كنا حضرناها مع بعض جديده، عندي شويه تاع الكمون ولا شويه قزبر ملحي، هذا القزبر الملحي، وعندي شويه تاع الكمون اللي كنا ثاني حضرناه مع بعض. التوابل راهي ما شاء الله خاصه تكون جديده هكذا وحضرناها في المنزل. الدوارة تحب الكمون وتحب الثوم، ونقلي كلش هنا هكذا مع بعض حتى الدوارة هذيك تشرب هذيك التوابل والثوم، البنة تاع الثوم هذيك. نزيد لها شوية تاع العكري، اللي يحبوا يديروا شوية طوماطيش تاع الباطا يقدروا يديروا شوية طوماطيش تاع الباطا. نزيد شوية تاع العكري، واللي يحبوا الحار يقدروا ياخذوا حبه حار يقطعوها رقيقه، لا يديروا شويه هريسه ولا شويه هذا الحار العكري الحار. ونقليها، انا نخليها تاخذ وقتها مليح مليح في التقليه هذه، ومن بعد نعاود نرجع معاكم باش نشوفوا تتمه الوصفه. هنا بعد ما تتقلى مليح كامل هذه الدواره هذه والغنوق هذاك ولا الريه هذيك مع المصارن هذو، هنا نمرق بشويه تاع الماء سخون ولا يكون مغلي، ما نديرش كمية كبيرة، واحد زوج كيسان هكذاك، يعني قسم الطيب لي هاد الدوارة هادي هكذا. واني حنغلق انا عليها هنا الطنجرة تاع الضغط ونخليها طيب لحوالي نص ساعة هنا على حسب الدوارة، يعني على نص ساعة نفتحها ونطلع عليها. إلا لقيتها دخلها طياب يعني راهي مليحة، إلا لقيتها مازال ما دخلهاش طياب راني رايحه نزيد نخليها طيب مره اخرى. دونك هنا لازم نسحق الدوره ديالي والريه وكامل يكونوا طايبين بيان بيان. بعد ما طابت هاي ديك هنايا، انا خدات لي تقريبا الوقت حوالي 45 دقيقه باش طابت، يعني راهي طابت ما شاء الله، طابت زبده. لازم كي ندخلوا فيها السكين لازم يدخل بكل سهوله، هاي ديك راهي يعني طابت ما شاء الله كي هي كي الريه. في الاخر كامل راح نزيد لها شويه تاع الثوم بودره، ولا ما عندكش ثوم بودره زيدي سكرجي لها غير شويه تاع الثوم. نزيد منها هاد الحبيبه تاع الحار هكذايا، نزيد لها شويه توابل اللي حطيتهم في الاول، القزبر الملحي
كمون، ونزيد نخليها حتى يعني بلا ما نغطيها حتى تشرب كامل هذيك المرقه ديالها وتبقى فيها غير هذيك الزيت ديالها هي اللي رايحه تتقلى فيها. وما تنساوش مره على مره تحركوها هكذا باش ما تلصقناش، لانه رانا حابين تبقى غير في هذيك الزيت ديالها. الورا ديالي هذيك في الاخير راهي تشربت كامل هذاك المرق اللي كان فيها وبقى لها غير هذيك الزيت ديالها اللي راهي تتقلى فيها. هاي ليك الان اللي حنطفي عليها وراح نشوفوها ان شاء الله في طبق التقديم. الدورة المقليه في طبق التقديم ها هي هنا امامكم، زينتها بشرائح تاع الليمون ودرت لها رشه تاع المعدنوس من الفوق. يعني صدقوني بعد ما جربتها لاول مره كنت مبهوره من النتيجه ديالها، يعني تصدمت من النتيجه ديالها، تصدمت من البنه اللي فيها، يعني ذوق اخر للدوارة وللرية، خاصة الرية جات بنينة بنينة تهبل البنات. جربوها ماكوش رايحين تندموا. انا عطيتها لكم هكذا على طريقة ناس الجنوب، ناس ادرار، ناس بشار، ولي نحييهم كامل من خلال هذا الفيديو، من خلال هذه الوصفة الرائعة والمميزة. يعني عدة مناطق يحضروها، ناس الغرب تاني يحضروها ولكن بطريقة مختلفة. ان شاء الله هذه الطريقة هذه يعني انا عجبتني بزاف، انتم تاني تجربوها. اشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.